معكم أستاذة نادين عيد، محاضرة في كلية البترجي الطبية. سأقوم الآن بشرح نظام سجلات الطلاب، وهو النظام الذي يقوم باستخدامه جميع طلاب وطالبات كلية البترجي خلال سنواتهم الدراسية داخل الكلية. سنقوم الآن بفتح النظام من خلال إدخال وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. يتم حصول الطالب على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهذا النظام من خلال الإيميل الخاص به. سوف يقوم قسم القبول والتسجيل بإرسال كلمة المرور واسم المستخدم إلى الإيميل الخاص بالطالب. سنقوم الآن بإدراج اسم المستخدم. الآن سنقوم بإدراج كلمة المرور ثم دخول. نظام سجلات الطلاب سوف يوضح المعلومات التالية. هنا يستطيع الطالب معرفة الاسم الصحيح له، وهو المسجل لدينا في داخل كلية البترجي في قسم القبول والتسجيل، ومن هنا معرفة حالة التسجيل وحالة إيقاف الدراسة في حال رغبة الطالب في إيقاف الدراسة سوف يتضح هنا. وفي هذه المنطقة تحديداً سيتم ظهور بداية كل ترم إلى جدول المحاضرات الأكاديمية ومواعيدها، ستظهر لك في بداية كل ترم. ومن خلال هذه القائمة، بالضغط على هذه القائمة، تستطيع معرفة جميع الدرجات الخاصة بالمواد خلال الترم، مثلاً معرفة درجة المشاريع، درجة الواجبات، ودرجة الاختبارات. وفي هذه المنطقة يتم كما هو واضح يظهر لك الحساب البنكي الخاص بك الكلية في حال رغبة الطالب والطالبة بتحويل مبلغ مالي إلى الحسابات البنكية الخاصة بالكلية. وأهم نقطة يجب التنويه لها في استخدام هذا النظام هو الضغط على attendance report أو ما يسمى بتقرير الغيابات. تقرير الغيابات يوضح لي الطالب والطالبة نسب الغياب في كل مادة، بحيث أن هناك نسبة غياب لكل مادة لا يستطيع الطالب تجاوزها خلال الترم، وفي حال تجاوزها الطالب سوف يكون لديه حرمان من دخول الاختبار النهائي للمادة. وشكراً.